السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بام هشام بلال طلع من انديان يونيفرستي من جامعة اندية. طيب في أول صفحة بنكتب اسم الجامعة، بنكتب اسم المعماري، بنكتب اسم الكونستراكشن مانجر، سيفل انجينير، أطراف المشروع اللي موجودة معانا هنبدأ نكتبهم. بعد كده أوفر فيو بنتكلم على إيه هي بام هشام بلال، وبعد كده بنتكلم على البروجكت، اسم المشروع، رقمه، العنوان، الوصف بتاعه، مثلا برج 15 دور وفي 2 بيزمنت وعايزين نعمل فيه مثلا أشكال معينة، وصف معين للمشروع. وبعد كده الكولابريشن تيم، الفريق الأساسي، مش لازم نكتب كل اللي شغال في المشروع، بس رؤساء الأقسام مثلا أو الناس المسؤولة إنها تسلم وتستلم، أهداف المشروع، لأن كلمة هنعمل بم دي كلمة مطاطة، فاحنا عايزين نحدد ايه الاهداف المشروع. احنا هنعمل 4D 5D، طبعا اي حاجه في البيم لازم 3D بتعمل الاول وبعد كده بتكمل تخش على حاجه تانية. وبعد كده نعمل كولابريشن كولابريتيف بروسيس مابينج، بنبدا نحدد كل واحد هيعمل ايه، الكوردينيشن بلان بتاعتنا هتبقى بين مين ومين، وايه الحاجات اللي المفروض تتعمل، وايه المسؤوليات اللي على الاونر، وايه الديتيل ديزاين اللي الاونر هيخش في المرحله دي هيعمل ايه، الاركتكت هيعمل ايه، الكونسلتنج انجينير يعمل ايه، وهكذا. ممكن تاخدها كوبي بيست تشتغل عليها او تعدل، ممكن في مرحله من المراحل مثلا يكون في تعديل على المعلومات ديت. المراحل بتاعت المشروع كل مرحله فيهم بروجكت فيس مايلستون، مثلا في مرحله ان احنا لازم نحط فكره، بنحط ديتيل ديزاين، بنحط دوكيومنتيشن، بنعمل كونستراكشن فيز، فاسيلتي مانجمنت، كل مرحله التواريخ بتاعتها امتى و و و ومين الستيك هولدر اللي اشتغل. يعني مرحله فاسيلتي مانجمنت معانا الاونر ومعانا الاركتكت، بس مش هيبقى معانا الناس اللي شغاله في الكونستراكشن. بعد كده بنتكلم على المودرنج بلان، ايه الخطه اللي احنا نعملها عشان نعمل مودرنج بلان، ده البلانت موديل. ونبدا نتكلم بقى سيفل موديل، ايه الحاجات اللي هتحتويه، الموديل بتاعه، الانشاء هيعمل ايه، الاستراكشر هيعمل ايه، الميكانيكال هيعمل ايه، وايه البرامج اللي هو هيستخدمها. تمام، مش لازم تكون كلها اوتو ديسك، اي برنامج، في شركات تانية بتعمل برامج قوية ممكن تستخدم اللي انت عايزه، عايز تستخدم اوتو ديسك استخدم، عايز تستخدم غدا استخدم. الفايل نيم، طريقة التسمية، مثلا الاركتكت هنكتب اي ار سي اتش مثلا او الحروف، فبنبدأ نتفق على طريقة تسمية حاجات. وبعد كده ندخل في مرحلة الديتيلنج موديلنج، ايه كل مرحلة بنبدأ نشوف ايه الحاجات الأساسية اللي هنركز عليها. وبعد كده نتكلم مثلا ايه الأناليسيز اللي احنا بنعمله، مثلا الستراكشر هنعمل برنامج روبوت مثلا أو ساب، الموديل بتاعنا هيبقى كذا الستراكشر بس، وهيبقى الملف ار بي تي أو هيبقى بأي برنامج حسب حاجة بنستخدمها، الكونت اوف طبعا ده اللي حصل كله، مش تعمل حاجه وتسيب حاجه، السكادولينج وال4 دي كل الموديل، الانرجي والليد او البريم او جي ساس او الاستدامه، ده بيبقى على موديل الاركتكشر اكتر. الكونسرت ده بقى مرحله الكولابريشن بلان، فنبدا نتفق مين اللي هيتولى التسليم ومين اللي هيستلم، وهل هنسلم من خلال مثلا الايميلات طبعا طريقه غلط، او في بلاتفورم هنشتغل عليها زي مثلا زي بيلدر مثلا، ده يعني من ضمن الحاجات القوية جدا اللي انت تقدر تتبادل المعلومات مع الشركة بتوعك في المشروع. زي بيلدر هتلاقي الشرح بتاعه على قناة بيم اريبيا. هنتكلم مثلا ان احنا هنسلمك الملفات ازاي، هل هنسلمك الملف الاصلي ولا هسلمك كاد وبي دي اف، وده شكل كده بتعمله، وده طبعا مضر جدا ويعمل مشاكل كتير جدا وبيسوء سمعة البيم، لان بيضطر ان احنا نعيد الشغل.